جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من كفر بعض الضالين وبعض العصاة ولكنه يقيم الصلاة معهم، ما هو رأيكم فيه؟ قلنا إنه ليس من حق كل أحد أن يحكم بالكفر على من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حتى يكون عنده علم بأنواع الردة ونواقض الإسلام. أما الجاهل فإنه لا يدخل في مجال التكفير، لئلا يكفر مسلما بغير حق. أما إذا كان يعلم نواقض الإسلام ويعلم أسباب الردة وثبت عنده أن هذا الشخص مرتكب لشيء منها، إنه لا يجوز له أن يصلي خلفه لأنه مرتد. نعم.